تصنيف المثلثات. تصنيف المثلثات وفقا للزوايا ينقسم إلى أولاً مثلث جميع الزوايا حادة، إذن هو مثلث حاد الزوايا. مثلث إحدى زوايا منفرجة، إذن هو مثلث منفرج الزاوية. مثلث به زاوية قائمة، إذن هو مثلث قائم الزاوية. مثال: صنف كل من المثلثات الآتية وفقا لزواياهم. لاحظ في المثلث الأول جميع الزوايا التي به هي زوايا حادة قياسها أقل من 90 درجة، إذن هذا المثلث حاد الزوايا، والسبب لأن جميع زوايا حادة. أما في المثلث الثاني لاحظ أن به زاوية قياسها أكبر من 90 درجة، إذن هذا المثلث منفرج الزاوية، والسبب وجود زاوية منفرجة. أما في المثلث الثالث لاحظ أن به زاوية قياسها 90 درجة، إذن هذا المثلث قائم الزاوية لوجود زاوية قائمة. مثال: صنف كل من المثلثات الآتية وفقا لزواياهم. المثلث BQS، في المثلث BQS لاحظ يوجد زاوية قائمة، إذن هو مثلث قائم الزاوية. المثلث RQS أيضا في هذا المثلث نلاحظ وجود زاوية قائمة، إذن هو مثلث قائم الزاوية. المثلث BQR لاحظ الزاوية Q مقياسها يساوي 104 درجات، إذن هي قياسها أكبر من 90 درجة، إذن هو مثلث منفرج الزاوية. تصنيف المثلثات وفقا للأضلاع ينقسم إلى: أولا مثلث جميع أضلاعه متطابقة وهو مثلث متطابق الأضلاع، مثلث به على الأقل ضلعان متطابقان وهو مثلث متطابق الضلعين، مثلث لا توجد فيه أي أضلاع متطابقة وهو مثلث مختلف الأضلاع. مثال: صنف كل من المثلثات الآتية وفقا للأضلاع. لاحظ في المثلث الأول جميع الأضلاع متطابقة، إذن هو مثلث متطابق الأضلاع. أما في المثلث الثاني نلاحظ اختلاف جميع أطوال الأضلاع، إذن لا توجد أضلاع متطابقة فيسمى مثلث مختلف الأضلاع. أما المثلث الثالث لاحظ أن به ضلعان متطابقان، إذن هو مثلث متطابق الضلعين. مثال: صنف كل من المثلثات الآتية وفقا لأضلاعه إذا علمت أن M هي منتصف JL. لاحظ في هذا المثال المطلوب الأول المثلث JKM. لاحظ في هذا المثلث أن لدي ضلعان قياسهم 75% وKM وML متطابقان، إذن قياس أيضا KM يساوي 75%، إذن نلاحظ أن جميع الأضلاع متطابقة، إذن يصنف مثلث متطابق الأضلاع. المثلث LKM، في هذا المثلث يوجد فقط ضلعان متطابقان، إذن يصنف مثلث متطابق الضلعين. المثلث JKL، لاحظ أن طول من J إلى K ب 75%، من K إلى L 1.3، من J إلى M هو عبارة عن 1.5، إذن جميع الأضلاع في أضلاع مختلفة، إذن هو مثلث مختلف الأضلاع. مثال: أوجد قياسات أضلاع المثلث المتطابق الأضلاع. أولا راح نوجد قيمة المتغير Y، وبما أن المثلث متطابق الأضلاع راح نساوي أي من الضلعين في هذا المثلث، إذن 3Y ناقص 3 تساوي 2Y زائد 5، نتخلص من سالب 3 بإضافة 3 في الطرف الأول وفي الطرف الثاني، إذن 3Y تساوي 2Y زائد 8، نتخلص من 2Y بطرح 2Y من الطرف الأول ومن الطرف الثاني، تصبح Y تساوي 8. الخطوة الثانية نعوض بقيمة Y لنوجد قياس كل ضلع. الضلع الأول وهو الضلع GH وهو يساوي 3Y ناقصا 3، نعوض بقيمة Y ب8، إذن 3 في 8 ناقصا 3 وتساوي 21. الضلع الآخر وهو GF يساوي 2Y زائد 5، نعوض بقيمة Y ب8، إذن 2 في 8 زائد 5 ويساوي 21. الضلع الثالث وهو الضلع FH ويساوي 5Y ناقصا 19، نعوض بقيمة Y ب8، إذن 5 في 8 ناقصا 19 وتساوي 21. الملخص: تصنيف المثلثات حسب زوايا. أولا مثلث حاد الزوايا، مثلث قائم الزاوية، ومثلث منفرج الزاوية. تصنيف المثلثات حسب أضلاعه: مثلث مختلف الأضلاع، مثلث متطابق الأضلاع، مثلث متطابق الضلعين.